تنساش. خاطر عمي اسمه محمد. انا عمي انا عمي انا الله هلا سي علي. علي قريندح لاعب جيش الملكي سابقا. انا اخويا انا سي اسمه محمد غزال الله. انا عمي اسمه محمد الله. خاطر وسي ليلى وديما لفر وديما لفر وديما لفر والبلاح ديما رابا ديما بلاح. اخويا خليك خليك تما خليك. السلام عليكم خوتي المغاربه اللي مقابولين مع لاشين ديال السلاوي في يوتيوب. اخوكم السلاوي في اجواء العيد تدوز اجواء العيد هانتوما وريهم العافيه. انا الناس انا الاخوان شو المدينه العتيقه الملاح سيتي الملاح سيتي. الحاله عاديه ما كاين لا هجوم على دائره امنيه لا والو. حد السلاح لا لا قطع تهديد قطع الرؤوس لا تجاره بالمخدرات هانتوما حلالا طيبا. التجاره بالمخدرات هانتوما 14 سيوفا قالك اسكومونطيو وانت تقول باغي تسهر التجاره بالمخدرات هاهي شري مخدرات الزاوي هذا حاليا هاهي هذاك العهد القديم مشات حنا لكم فيه. الله يهديكم وليدات الله يهديكم الله يهديكم والله يرضي عليكم ويعفو عليكم هانتوما ما تلقاوش الحبس. واخر كلمه الحبس باقا الكلمه حنا دابا لا تنسلموا على الناس على الجمهور ديالنا سير عمي جي مسعينا وعندو غير علينا الله ودي اشي عمدة اشي عمدة اشي لنا سير 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 اشي لنا حيد علي ذاك الشيء كمية بلدي تقرب اللي عندينا عشان شو في الملعات فين زيان شو في زيان هذا راه ولدي هذا او كيف ولدي يقف هذا راه ولد السلاوي هذا اسمو محمد اسمو محمد علي المستضرف السلاوي الصغير عقلوا عليه شوفوه مزيان عقل على ولدي هذا خونا العمده الله يحفظكم اخوتي هذا شكون هذا هذا ولد اختي الصغير هذا هذا ولد اختي الصغير هذا اختي سياد صورنا في العيد الصغير سياسي ميسي لا حارس كرة القدم عالم فار ورا ما صور مع المنتخب المغربي الله يسهل على يلا فينكم الحديان يلا وفينك الصحافي فينك جريدة الصباح نديري انت زيد حليب زيد
زيدو نتصور مع اخوك زيدو دار كل يوم العيد دار كل جمهور اهو اخونا امو انا راه جاي درا مزومي اه مهم وراجل كان خدام معايا في ديك الوقت اللي كنا كنتجاو نتاجرو في المخدرات حتى هو دابا مسكين عاد خرج 12 عام يلاه شهر دابا وثلاث ايام باش خرج كتب عليه المكتوب ضرب بنادم ديريكت مدلو في يدو العداله عطاتو 15 عام استانف حيدو له في السنه في 3 سنين عاد خرج من 12 عام دابا يلاه كملنا دابا شهر ويومين تنقدمو لكم مازال غادي تا هو غيعطيكم القصه ديالو الا بغيتوها الجمهور تا هو يعاود لكم كيفاش وقع عليه المشكل وشنو بقى صابه 12 عام ولا زياره لا والو ويتم لا اب لا ام لا حنان لا رحم سوى الله سبحانه وتعالى و12 عام بالنكس بالعربيه بالنكس تاكس بالنكس قاصح بزاف باش يدوز راجل يبقى راجل تيخرج راجل اصعيبه خصو يكون ولد الملاح في الرباط خاطر ولاد من الله حضر الرباط السلام عليكم تنشكركم عواشر مبروكه والسلام عليكم سلام الخوت